لكن أنا سؤالي هو نقطة الفاصلة في حياتك اللي خلاتك تقولي طب خليني أنا أتوجه لتصميم المايوهات المحتشمة، ليش؟ والله أنا طول حياتي كنت عايزة أعمل براند لنفسي، وبعدين قلت طيب هعمل إيه البرودكت اللي أنا عايزة أعمله. فقعدت أفكر، قلت أنا عايزة أحل مشكلة موجودة في المجتمع بتاعنا من خلال البراند. حلو. فناس كتيرة كانت تعرف إنه كان بنات كتيرة بتواجه مشاكل لما بتروح باللبس المحتشم اللي هو البوركيني التقليدي، وبتروح أماكن ريزورتس وكده، وبيقولوا لهم لا ما تدخلوش البحر، ما تدخلوش البول، لأن شكلكم مش حلو. يا سلام. طب وهذا كيف حل الموضوع؟ ما هو نفس الشيء يكون طويل وطويل ومحتشم، كيف حل المشكلة؟ ملون أكتر. أول حاجة بقى ملون أكتر، والحمد لله أنا قدرت بالريتش بتاعي على السوشيال ميديا وبالعلاقاتي مع السليبرتيز والإنفلونسرز والمشاهير وكده، قدرنا نغير الرأي العام. الرأي العام ممكن يتغير بسهولة قوي لو جبتي ناس معينة قالت ده حلو. مدام هادية قالت إن ده حلو، ممكن يبقى حلو. طب ده هادية وسلمى كمان بيقولوا إنه حلو، هادية وسلمى وكذا وكذا وكذا. فلما تلاقي 100 ممثل أو 100 إنفلونسر لابسين نفس الحاجة وبيقولوا أنا فخور، أنا مبسوط، أنا مبسوط إن أنا محتشم، أنا مبسوط